لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: الرجاء والوداد بدون غياب لأول مرة قبل الديربي البيضاوي، استعداد الوداد الرياضي للديربي والكاف يكشف عن موعد مباراتي النادي الأحمر بدوري أبطال أفريقيا، ساعد الناصيري يضع شرطا جزائيا كبيرا بقيمة مليار سنتيم في عقد مؤيد اللافي، لاعب ودادي بارز يسابق الزمن من أجل المشاركة مع النادي الأحمر في الديربي ضد الرجاء. رسميا اللجنة المركزية للتحكيم تكشف عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الرجاء والوداد الرياضيين. سيخوض فريقي الوداد وغريمه الرجاء مباراة الديربي البيضاوي المقرر أن تجمع بينهما الأحد المقبل برسم الجولة العاشرة من البطولة الوطنية بتشكيلة مكتملة، وذلك بعدما استعاد الفريقين جميع لاعبيهم المصابين، وتعتبر هذه المرة الأولى من عدة مواسم سيكون فيها الفريقين مكتملي الصفوف بعدما لم تسجل أي إصابة في صفوفهما عقب إجراء مباراتيهما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف. وكان فريق الوداد الرياضي قد استعاد خدمة لاعبيه أشرف داري والمهاجم بديع أوك، كما فضل الطاقم التقني عدم المجازفة بأيمن الحسوني في المباراة الأخيرة ضد نادي حورية كوناكري، في الوقت الذي استعاد فيه الرجاء الرياضي خدمة نجمه محسن متولي ومدافعه سند الورفلي إلى جانب الظهير الأيسر عبد الجليل جبيرة. ورغم أن محسن متولي وعبد الجليل جبيرة يفتقدان إلى التنافسية اللازمة، إلا أنه يتوقع أن يعتمد عليهما جمال السلامي في كرسي الاحتياط تحسبا لمشاركتهما في حال تبين له أنه يحتاج إلى خدماتهما خلال المقابلة. وتكتسي المباراة طابعا مهما للفريقين، بغض النظر عن حساسيتها فكلا الفريقين يحتلان حاليا المركز الأول في الترتيب ب 19 نقطة، علما أن الفريق الأحمر يتوفر على مباراة مؤجلة سيجريها ضد فريق نهضة بركان. كشف الاتحاد الافريقي الكاف عن موعد الجولتين الخامسة والسادسة المتبقيتين في دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال افريقيا، وكان فريق الوداد الرياضي قد ضمن تأهله الى الدور الربع النهائي من هذه المسابقة بشكل مبكر، ويلاقي النادي الاحمر مضيفه كايزر شيفز الجنوب افريقي برسم الجولة الخامسة في الثالث من ابريل المقبل على الساعة الخامسة مساء، ويستقبل فريق الوداد الرياضي نظيره بيترو اتليتيكو الانغولي في الجولة السادسة على الساعة الثانية ظهرا بمركب محمد الخامس في العاشر من ابريل المقبل. خاض فريق الوداد الرياضي اول حصة تدريبية له بعد عودته من غينيا استعدادا لمباراة الديربي ضد الرجاء الرياضي، وأجرى الفريق الأحمر أول حصة تدريبية أمس الخميس تحسبا للديربي إذ ركز من خلالها المدرب التونسي فوزي البنزرسي على وضع اللمسات على المجموعة قبل المباراة المذكورة، وتقام مباراة الديربي بين الوداد والرجاء الرياضيين يوم الأحد المقبل لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. وكان فريق الوداد الرياضي قد تأهل إلى الدور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله السلبي ضد مضيفه حورية كوناكري برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. توصل مسؤول فريق الوداد الرياضي إلى اتفاق مع الليبي مؤيد اللافي ووكيل أعماله على تعديل بنود العقد الذي يربط بين الطرفين، وذلك بالرفع من قيمة الشرط الجزائي لقطع الطريق على الأندية الخليجية التي باشرت اتصالاتها في الفترة الأخيرة للاستفسار عن طبيعة العقد الذي يربط مؤيد اللافي بالفريق الأحمر. وكشف مصدر مسؤول أن الطرفين اتفقا على شرط جزائي يفوق مليار سنتيم لدفع الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته على مفاوضة الوداد الرياضي، خصوصا أنه لم يكن يتجاوز 500 مليون سنتيم في العقد الأول الموقع في الصيف الماضي بين الطرفين. وتأقلم المهاجم مؤيد اللافي بشكل سريع مع الأجواء داخل النادي الأحمر وأصبح أحد أبرز ركائز الفريق، وذلك بفضل المستوى التقني الجيد الذي قدمه خلال المباريات سواء بالدوري الاحترافي أو دوري أبطال أفريقيا. أخبرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس مسؤولي فريق الوداد الرياضي ومحامي فريق سيسوكو بتحديد موعد جديد للحسم في النزاع القائم بينهما، حيث سيكون في الأول من أبريل المقبل لإنهاء القضية وإصدار الحكم النهائي. واحتج دفاع اللاعب المالي عن تأخر محكمة التحكيم في الحسم بالنزاع خاصة بعد الحصول على خبرة دولية تؤكد صحة أقوال اللاعب المالي، والذي يتشبث بعدم حصوله على مستحقاته من الوداد الرياضي
مؤكدا أن الوثائق التي أدلى بها النادي الأحمر للرد على أقواله غير صحيحة وأن توقيعه مزور وهو ما أكدته الخبرة الفرنسية. وبرر مسؤول طاس تأخرهم في الحسم بالنزاع بضرورة دراسة جميع حيثيات الدفوعات التي تقدم بها الطرفين، وذلك قبل إنهاء الخلاف بالاستناد إلى تقرير الخبرة الذي أنجزه مكتب خبرة محلة في باريس. يخوض أيمن الحسوني تدريبات خاصة مع فريق الوداد الرياضي من أجل اللحاق بالدرب البيضاوي ضد الرجاء، ويساعد فريق الوداد الرياضي لمواجهة الرجاء الأحد المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس ضمن الجولة 10 من البطولة الوطنية الاحترافية. ويشكو أيمن الحسوني من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة للفريق ضد حورية كوناكري في الجولة 4 من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويبقى أيمن الحسوني من اللاعبين الأساسيين الذي يعول عليهم المدرب التونسي فوزي المنظرتي بشكل كبير، ويتقاسم الوداد والرجاء صدارة البطولة الوطنية الاحترافية برصيد 19 نقطة لكل فريق. اختارت اللجنة المركزية للتحكيم الحكم جلال جيد لقيادة قمة الرجاء والوداد في الدرب البيضاوي المقرر أن يجمع بينهما الأحد المقبل برسم الجولة 10 من البطولة الوطنية الاحترافية، وسيكون جلال جيد حكما رئيسيا بمساعدة أكرداد مصطفى ورباني محمد، فيما سيكون سمير الكزاز حكما رابعا للمباراة، وسيكون رضوان جيد حكما رئيسيا في غرفة الفار بمساعدة الحكم نحسن أصغاو. ويعتبر رضوان جيد من أكثر الحكام الذين أداروا الدرب البيضاوي بين الوداد والرجاء قبل أن تخسر اللجنة المركزية جلال جيد لقيادة مباراة القمة بين الفريقين. وكان جلال جيد قد حضر مباراة الرجاء ضد نامونغو بصفته حكما رابعا بعدما تعذر على الحكم الرابع الحضور للمغرب بعد إصابته بفيروس كورونا.